بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 167. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نهى صلى الله عليه وسلم المسافر المسلم المسافر أن يأتي إلى أهله ليلا، لأن ذلك يضرها، قد لا تكون على استعداد لاستقباله، فيحصل من ذلك الخلل بينهما. فالمسافر قبل أن يصل إلى البلد يبيت في الطريق كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ما كان صلى الله عليه وسلم يطرق أهله ليلا، بل كان يعرس، يعني يبيت، يعرس يعني يبيت قبل أن يصل إلى البلد، ويأتي أهله بالنهار حتى لا يفجأهم. وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته مع أهله. نعم. باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. كان يأتي أهله إما في أول الليل أو في أول النهار، غدوة يعني صباحا، أو عشيا يعني مساء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع أهله، وهو القدوة لأمته. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم، إذا أطال أحدكم الغيبة السفر يعني، فلا يطرق أهله ليلا، بل يأتيهم إما في أول النهار وإما في أول الليل حتى يكونوا على استعداد لاستقباله. وهذا من حسن العشرة، قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ومن الرفق بأهله والإحسان إليهم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليهن. هذا الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، لأنها قد تكون على هيئة غير لائقة مع زوجها حتى تمتشط الشعيثة، يعني تكد رأسها
تصلحه لأنه من زينتها، جمل الله النساء بالذوائب وجمل الرجال باللحى. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهله، وهو القدوة حتى تمتشط الشعيثة وتستحد المغيبة. وتستحد المغيبة، يعني المراد بالاستحداد أخذ الشعر الذي حول الفرج، أخذ الشعر الذي حول الفرج. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، رواه مسلم. أي نعم، هذا الحكمة، أنه قد يتخولهم يعني يباغتهم وهم على غير استعداد لاستقباله، ويحصل من ذلك إحراج المرأة، إحراج الزوجة. نعم. يتخونهم أو يطلب عثراتهم، رواه مسلم. باب القسم للبكر والثيب الجديدتين. يعني هو بين أمرين، إما أن يتخولهم يعني يرفق بهم، وإما أن يطلب عثراتهم ويحرجهم. نعم. باب القسم للبكر والثيب الجديدتين. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا تزوج كان يبيت عند الحرة 7 ليال ثم يقسم بين نسائه عند الحرة 7 ليال ثم يقسم بين نسائه عليه الصلاة والسلام في المبيت. وأما الثيب 3 أيام، كان يمكث عندها 3 أيام ثم يقسم بعد 3 بين نسائه للمبيت. نعم. باب القسم للبكر والثيب الجديدتين. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، ورواه الدارقطني ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك 3 خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي 3 خالصة. نعم، خيرها صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي ثيب، أم سلمة رضي الله عنها، خيرها بأن يبيت عندها 3 ليال، هذا حقها لأنها ثيب، وإن رغبت أن يقيم عندها 7 أقام عندها، لكن يسبع لنسائه، يعني 7 7 كل واحدة يبيت عندها 7 ليال. هذا من عدله صلى الله عليه وسلم بين زوجاته. نعم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت
إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أدرى الناس بسيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن المسلم إذا تزوج امرأة فإن كانت ثيبا حقها 3 ليالي، وإن سبع لها سبع لنسائه، قضى ما لهن، وإن كانت بكرا يمكث عندها 7 أيام، هذا حق لها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للبكر 7 أيام وللثيب 3، ثم يعود إلى نسائه. رواه الدارقطني. ثم يعود إلى نسائه فيقسم بينهن في المبيت، ويعدل بينهن في المبيت. نعم. بعد أن ينتهي حق الزوجة الجديدة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها 3 وكانت ثيبا. رواه أحمد وأبو داود. لما وقعت صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب اليهودي من بني النضير، من بني قريظة، صفية من بني قريظة، لأن اليهود 3 فرق: بنو النضير وبنو قينقاع وبني قريظة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها 3 وكانت ثيبا. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وقعت في سهم أحد الأنصار من السبي فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثيب، هي ثيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يقيم عندها 7 ويعطي نساءه مثلها، وبين أن يقيم عندها 3 وهذا حقها. نعم. باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. نعم. يعني ما يجب فيه العدل بين الزوجات. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع عنده 9 من الزوجات، اجتمع عنده 9 من الزوجات، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما الأمة فأكثر ما لهم 4 زوجات. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. رواه مسلم. نعم. يجتمعن، يعني كل واحدة تكون في فراش خاص بها وفي غرفة خاصة بها، هذا معنى يجتمعن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها يريدن بذلك القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود بنحوه. نعم.
هذا فيه أنه لا بأس، لا بأس من للمسلم إذا كان عنده أكثر من واحدة، لا بأس أن يأتيها بالنهار وأن يجلس عندها، لا بأس بذلك، يأتيها بالنهار إذا لم تكن ليلتها يأتيها بالنهار ويجلس عندها ويؤانسها. نعم. وفي لفظ كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، متفق عليه. نعم، كان إذا صلى العصر يبدأ المساء فيدخل على نسائه ويدنو من كل واحدة ليست ليلتها، وأما من لها الليلة فإنه يبيت معها عليه الصلاة والسلام، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شدقيه أحد شقيه ساقطا أو مائلا. رواه الخمسة. نعم، هذا وعيد شديد على من يحيف في القسمة بين نسائه إذا مال إلى إحداهن دون الأخرى، فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، يسحب شقه، يسحب مع الأرض، إهانة له وعقوبة له. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الخمسة إلا أحمد. لا تلمني فيما تملك، يعني ربه سبحانه وتعالى، ولا أملك، يعني المحبة، المحبة في القلب، ما يمكن يعدل بين النساء في المحبة، يكون إحداهن أحب إليه، ولكن يملك أن يعدل بينهن في القسمة في الزمان، يعني يعدل بينهن في الزمان. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنته حفصة، فقال لها: لا يضيرك إن كانت عائشة رضي الله عنها أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل ثم من؟ قال: أبوها، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يحبها ويحب أباها، ولكن محبة الرسول لعائشة أكثر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. متفق عليه. وهذا من خصائص عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت كان يسأل: أين أنا؟ يعني أين المبيت؟
أين أنا؟ أين يعني المبيت؟ يعني يرغب أن يكون عند عائشة. فلما رأينا زوجاته أمهات المؤمنين رأينا رغبته في أن يمرض في بيت عائشة أذن لها بذلك، فما تمرض في بيت عائشة حتى قبضه الله بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، يعني مات في حجرها، مات في حجر عائشة ورأسه مستند إليها عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، يعني رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. هذا من عدله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سنته مع الزوجات المتعددات، أنه كان إذا أراد سفرا لا يأخذ أحب نسائه إليه، وإنما يأخذ معه من تقع لها القرعة، يقرع بينهن، يعني يسهم بينهن بالقرعة، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. هذا من عدله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه. نعم. المرأة تهب يومها لضرتها، يعني تسمح بيومها لضرتها، يعني للمرأة الثانية، هذا حق لها، حق لها أن تسمح أو أن يفارقها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يطلقها كما حصل لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، كبر سنها عند النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يطلقها، أراد أن يطلقها، فلما علمت بذلك وهبت نفسها، وهبت يومها لعائشة أم المؤمنين، ورضيت بالمقام عنده بدون يوم رغبة في الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من العدل بين نسائه عليه الصلاة والسلام. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. فهذا هو السنة في المرأة الكبيرة الذي يريد زوجها أن يطلقها وهي لا ترغب الطلاق، فإنها تهب يومها لإحدى نساء زوجها وتبقى عند في ذمته. نعم. باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة، متفق عليه. نعم. لما أراد أن يطلق سودة لما كبر سنها وعلمت بذلك صالحته على هذا، أن تهب يومها لعائشة لأنها أحب النساء إليه،
وأن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم لتنال شرف أم المؤمنين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي رواية قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا. متفق عليهما. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، وكان يقسم. عطاء بن رباح رضي الله عنه، وهو فقيه أهل مكة، وفقيه أهل مكة رضي الله عنه. نعم. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب. رواه أحمد ومسلم. لأن صفية بنت حيي ليست زوجة، وإنما هي سرية، لأنها جاءت مع السبي. نعم. والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورضا منها، ويحتمل أنه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن الآية. نعم. كتاب الطلاق. ترجي يعني تؤخر طلاقها. نعم. كتاب الطلاق: باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه. الطلاق هو حل عقد الزوجية أو بعضه. طلاق الرجعي هذا بعض، وأما كله كل الطلاق، لأن الطلاق ثلاث طلقات جعلها الله للحرة وللأمة ولغير الحرة طلقتان السرية يعني. نعم. كتاب الطلاق: باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها. طلاق حل عقدة النكاح أو بعضه، وهو مكروه. الطلاق مكروه إلا لحاجة فلا كراهة فيه. طلاق مكروه إلا إذا كان لحاجة فلا كراهة فيه. نعم. باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر. نعم. طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها ثم راجعها، يعني ردها إلى عصمته، لأن طلاقها دون الثلاث. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله،
إن لامرأة فذكر من بذاءتها قال طلقها، قلت إن لها صحبة وولدا قال مرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل ولا تضرب ضعينتك ضرب أمتك. رواه أحمد وأبو داود. نعم، فيه أن تخير المرأة بين طلاقها أو إمساكها إذا كان ليس له رغبة في بقائها فإنه يخيرها، إما أن تبقى عنده بدون مبيت، وإما أن يفارقها، وإما أن يفارقها. نعم. ولا تضرب ضعينتك ضرب أمتك. رواه أحمد وأبو داود. ولا تضرب ضعينتك يعني دابتك، لا يجوز ضرب الدواب إلا بمقدار يعني يحركها، بمقدار ما يحركها في السير ولا يؤلمها ألما شديدا. يجب الرفق بالحيوان ولو كان ملك يمينك، ولو كان هذا الحيوان مملوكا لك، فلا يجوز لك أن تضربه ضربا شديدا. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدابة، الضعينة هي الدابة. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا وعيد شديد لمن طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني لم يقصر في حقها، لم يقصر في حقها، ومع هذا طلبت منه الطلاق، لأن هذا من غير سبب ومن غير مبرر. الطلاق مبغض عند الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مبغض عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه. أبغض الحلال، هو حلال لكنه مكروه عند الله سبحانه وتعالى، يكرهه لما فيه من تفريق الزوجية ومن شتات الأسرة وغير ذلك. نعم، من الأضرار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا دليل على أنه إذا أمره أبوه بتطليق امرأته أنه يجيبه إلى ذلك، يطيعه في ذلك، وهذا من البر بوالده، لأنه قد تكون تسيء إلى أبيه، فهذا فيه إزالة للإساءة. نعم. وهذا في حق الوالد فقط، أما الأم فلا يطيعها في طلاق امرأته. نعم. باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. الطلاق منه ما هو بدعي ومنه ما هو سني. الطلاق البدعي
أن يطلقها وهي حائض، هذا بدعي، بدعي في الوقت. والنوع الثاني بدعي في العدد، أن يطلقها ثلاثا جميعا أو اثنتين جميعا، لا يطلقها إلا واحدة. نعم. ثم يتركها، فإن شاء راجعها قبل تمام العدة، وإن شاء تركها حتى تتم العدة وتبين منه. نعم. باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها. وفي الطهر بعد أن يجامعها، إذا جامعها فيحرم أن يطلقها بعد الجماع، بعد أن جامعها في الطهر بين الحيضتين، الطهر بين الحيضتين يعني، فلا يطلقها إذا جامعها، لأنها ربما حملت منه. نعم. باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. ما لم يبن حملها، فإذا تبين حملها جاز له أن يطلقها، لأنه لا خوف من طول العدة عليها. نعم. وعن ابن عمر، لأن الله يقول وإن كنا أولات حمل فنعم فعدتهن، وإن كنا أولات حمل وأولات الأحمال أجلهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. فإذا ولدت المطلقة خرجت من العدة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. مره فليراجعها، ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأبوه عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال: مره فليراجعها، فليراجعها حتى ثم ليطلقها طاهرا، ثم ليطلقها طاهرا. إذا طلقها في الحيض فإنه يراجعها، يجب عليه أن يراجعها، ثم إذا طهرت إن شاء أن يطلقها بعدما طهرت فلا بأس بذلك. نعم. من غير مسيس، طاهر من غير مسيس. نعم. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وفي رواية عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال. نعم. غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. طلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس. نعم. وفي لفظ: فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. رواه الجماعة إلا الترمذي، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة، ولمسلم والنسائي نحوه. وفي آخره قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. في يعني قراءة في قبل عدتهن، يعني قبل الحيض،
نعم. وفي رواية متفق عليها: وكان عبد الله طلق تطليقه فحسبت من طلاقها. نعم، ابن عمر طلق تطليقه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وحسبت عليه هذه الطلقة، بقي له عليها طلقتان. نعم. وفي رواية: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله عز وجل فيما أمرك الله به من طلاق امرأتك. رواه أحمد ومسلم والنسائي. الطلاق بلفظ واحد محرم، الطلاق بلفظ واحد محرم، لأن الله أمر بأن يفرق الطلاق ولا يجمع. نعم. وفي رواية أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ورواه الدارقطني. نعم. وفيه تنبيه على تحريم الوطئ والطلاق قبل الغسل. نعم، فإذا طهرت المرأة من الحيض فلا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل، حتى تغتسل من الحيض، فلا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض، فأمسكوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، حتى يطهرن يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال. نعم. وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عن: يقولون مع وجود وسائل الاتصال الحديثة، لو دخلت أو اتصلت على أهلي وأخبرتهم أني سآتي ليلا، هل يدخل هذا في النهي؟ لا، أخبرتهم خلاص استعدوا لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا تقدم رجل للزواج صاحب دين وخلق لكنه ليس بذي نسب كبير، ورجل آخر صاحب نسب لكن لا دين له ولا خلق، فأيهما تختار المرأة شرعا؟ تختار صاحب الدين، تختار صاحب الدين، لأنه خير لها من صاحب الكسل أو فعل المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو وصل المسافر إلى بلده ليلا وليس له مبيت إلا في بيته، فهل له أن يطرق على أهله الباب أم ماذا يصنع؟ إذا كان ماله محل في البلد، وين يبيت؟ في الشارع، يزول الكراهية تزول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت هناك غرفة خارج البيت كالملحق يقول في البيت، فهل يجوز للزوج أن يأتي ليلا ويدخل فيها إلى الصباح؟ نعم، لا بس. فضيلة لا الشيخ بس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: النهي عن طرق الأهل ليلا هل هو خاص لمن طال سفره أم هو عام ولو كان السفر؟ النهي عن طرق الأهل ليلا هل هو خاص لمن طال سفره أم عام لمن كان سفره قصيرا أو طويلا؟ عام للنوعين، السفر الطويل والسفر القصير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين الزوجتين في بيت واحد؟ إذا رضينا بذلك لا بأس، إذا رضينا بذلك فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب العدل بين الزوجات في العطية؟ لا، ما يجب العدل بينهن في العطية، إنما العدل في العشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القرعة بين الزوجات في السفر إذا كانت السفرة الثانية، فهل تدخل الزوجة التي خرجت عندها القرعة تدخل أيضا في القرعة الثانية؟ نعم. يقول: القرعة بين الزوجات في السفر، نعم، إذا كان هناك سفرة ثانية، فهل تدخل الزوجة التي خرجت لها القرعة؟ لا ما تدخل، انتهى السفر وانتهت القرعة، لا بد من قرعة جديدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يقول: هل سوء خلق الزوج يعد من الأمور التي يشرع لها الطلاق؟ إيه نعم، إذا كان سيء الخلق معها، سيء الخلق معها، هذا يشرع له الطلاق. نعم، يعني يباح لها أن تطلب الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للزوج أن يذهب إلى إحدى زوجاته كل يوم ليتناول عندها الطعام لأنها تحسن ذلك؟ في النهار لا بأس، في النهار لا بأس يذهب إلى إحدى زوجاته ويدور بين بيوته، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة لمن يغالي في المهر من أولياء أمور الفتيات؟ يكره هذا، يكره المغالاة في المهر، يكره المغالاة في المهر. أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة دراهم، على ثلاثة دراهم، يعني ثلاثة أرباع ريال الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أو امرأة تسأل فتقول: كراهة الزوجة بأن يعدد زوجها، هل هذه كراهة طبيعية أم هي اعتراض على حكم الله؟ لا ما هو اعتراض على حكم الله، وإنما كراهة طبيعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل يقول: إذا تزوج الرجل أربعة نسوة وتنازلت إحداهن عن حقها في النفقة والمبيت، فهل له أن يتزوج بخامسة دون طلاق تلك؟ تزوج بخامسة؟ نعم، أعوذ بالله. نعم، لا يجوز هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للعدل بين الزوجات، هل يجب العدل بينهن في الجماع حتى ولو كان
ترك ذلك مضرا بإحداهن؟ يقول بالنسبة للعدل بين الزوجات، هل يجب العدل بينهن في الجماع إذا كان مضرا بإحداهن تركه؟ لا، ما يجب عليها العدل في الجماع، لا يملكه، ما يملك العدل في الجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا كانت الزوجة الثانية حائضا فهل يكون هذا عذرا في عدم المبيت عندها والمبيت عند الأخرى؟ لا، يبيت عندها وهي حائض، لها حقها، لكن لا يجامعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا رضيت نسوة الرجل بغير القرعة في السفر كأن يتفقن على التناوب بينهن، فهل هذا جائز أم لا بد من القرعة؟ ما يمكن هذا، هذا من المستحيل، لا بد من القرعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تكفي نية الطلاق في إيقاعه أم لا بد من التلفظ به؟ لا بد من التلفظ به، أما النية فلا يقع بها طلاق حتى يتلفظ غير مكره. نعم. ثم يقول رعاك الله، وهل لا بد عند التلفظ بالطلاق أن يكون ذلك بحضور القاضي أو الشهود؟ لا، ولو كان خاليا ما عنده أحد، إذا طلق تلفظ به وقع عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يقع الطلاق عن طريق الكتابة في رسالة الجوال؟ لا بد أن ينطق به، لا بد أن ينطق به، ما تكفي الكتابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجب العدل بين الزوجات في المسكن بأنه إذا وضع واحدة في فيلا مثلا لا بد من وضع؟ هل يجب العدل بين الزوجات في المسكن، فإذا وضع إحداهن في فيلا مثلا لا بد من وضع الأخرى في مثلها تماما؟ اي نعم، لا بد من العدل بينهن في المسكن أيضا. نعم. فضيلة المسكن والكسوة والمبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الزوجة التي تصالح زوجها على إسقاط يومها، هل هذا هو ما يشبه ما يسمى بنكاح المسيار؟ لا لا، ما هو هذا نكاح المسيار أو المسفار كما يسمونه، هذا كله ما هو نكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الرجل إذا طلق زوجته ثم بعد ذلك جامعها فهل يعد جماعه رجعة؟ اي نعم، جماع رجعة، الله أبلغ من الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أعيش أنا وأخي مع والدتي حفظها الله، ولكن والدتي تفضل زوجة أخي على زوجتي دائما، وتعامل زوجتي معاملة سيئة، ولا أريد أن أضغط على الزوجة في ذلك بسبب والدتي وبرها، ما النصيحة في ذلك وفقكم الله؟ حق الوالدة لها حق والزوجة لها حق، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل تزوج بامرأة ثانية من غير علم الأولى، هل يجوز له أن يكذب على زوجته الأولى
إذا سألته هل تزوج أم لا؟ لا يجوز له ذلك، لأن هذا خديعة لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، يقول: هل هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، عن التخصيص يوم مولده، تخصيص يوم مولده بشيء من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم فإن كل بدعة ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قلت لزوجتي سأطلقك في اليوم الفلاني، فهل يقع هذا الطلاق إذا أتى هذا اليوم؟ لا، سأطلقك، ما علقه، قال إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، يصير هذا طلاق معلق، لكن يقول سأطلقك. نعم، هذا ما يصير شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع لإمام المسجد أن يقرأ على العامة بعد الصلاة فتاوى أهل العلم كفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء؟ لا بأس بذلك، هذا من الفائدة، هذا من الفائدة، يستفيدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن في فتاوى خاصة، في فتاوى خاصة لا يقرأها، إنما يقرأ الفتاوى العامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أغلب المطاعم في بلدنا يقدم فيها لحم الخنزير، هل يجوز للمسلم أن يدخل ويأكل في هذه المطاعم؟ إذا لم يكن هناك غيرها وهناك غرفة مخصصة ليس فيها شيء محذور فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ لا بأس بذلك، إذا فاتت الصلاة فلهم أن يقيموا جماعة ثانية ويصلوا، قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد صلوا العصر قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ هذه جماعة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز التعرض للحية بأي شيء، لا بقص ولا بنتف ولا بغير ذلك مما يغيرها أو ينقصها أو يقصرها، لا يجوز هذا. أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى، قال صلى الله عليه وسلم: أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجو اللحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الطلاق بلفظ واحد ثلاث طلاقات أنه محرم، لكن هل يقع، هل يحسب ثلاث طلاقات أم طلق؟ أي نعم. إيش السؤال؟ يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الطلاق بلفظ واحد ثلاث طلقات أنه محرم، ولكن هل يقع، هل يحسب ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ هذا على خلاف في الفتوى، على خلاف في الفتوى. الجمهور على أنه يقع الثلاث، جمهور على أنه يقع الثلاث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ترك المذياع على قراءة القرآن في البيت عند خلو البيت من أهله لمدة 3 أشهر؟ لا، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة من قراءة لا يحضرها أحد؟ لا فائدة منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الأم إذا أمرت ابنها بطلاق زوجته أنه لا يلزمه ذلك، فهل يجوز له أن يفعل؟ لا يجوز له أن يفعل، لا، لا يجوز له أن يفعل، بخلاف الأب إذا أمره فإنه يطيع والده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن المرأة لها غيرة، لها قد تحملها الغيرة على هذا العمل أو هذا الطلب، خلاف الأب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إعطاء البائعين عمولة من أجل تشجيعهم وترويج البضاعة؟ البائعين، نعم، البائعين اللي يتوكلون في البيع، توكلون في البيع ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم اشتراط الزوج على زوجته قبل الزواج أو عند العقد أن تسقط حقها في القسم والمبيت؟ ليس لها ذلك، لأن ما بعد جاء قسم ولا مبيت، تسقطه قبل وقته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كتب الزوج لزوجته بيتا باسمها، فهل يجب عليه أن يكتب للزوجة الأخرى كذلك؟ لا، له أن يعطي بعض زوجاته دون بعض، له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل عنده زوجتان، إحداهما موظفة والأخرى ربة بيت، هل يجب عليه أن ينفق عليهما على السواء؟ اي نعم، ينفق عليها ولو لها راتب أو لها مكافأة أو لها دخل، ينفق عليها بالزوجية لأنها زوجته، وما دامت زوجته تجب نفقته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أقرع الرجل بين زوجاته في السفر وسافر بمن خرجت لها القرعة لمدة أسبوع مثلا، إذا رجع هل يجب عليه أن يقضي تلك الليالي للأخريات؟ لا، ليس، لا يجب عليه ذلك، لأن القرعة أخرجت الزوجات الأخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: عندي تجارة في فرنسا، فهل يجوز لي أن أترك تجارتي مفتوحة خلال خطبة الجمعة علما أن العمال الذين يبيعون هم من الكفار؟ ما يجوز، ما يجوز أن يترك الناس يبيعون ويشترون حتى ولو كانوا من الكفار في بلاد المسلمين، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل من خارج هذه البلاد، تقول: أسلمت قبل أكثر من 10 سنوات وعندي ولدان، وأرغب في الهجرة من بلاد الكفر هروبا بديني وحفاظا على نفسي وأولادي، سؤالها: ما توجيهكم ونصيحتكم لها في الهجرة؟ إذا استطاعت الهجرة وجبت عليها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل البسملة
آية من الفاتحة، وهل يجب قراءتها في الصلاة؟ عند الشافعية نعم، هي آية من البسمة من الفاتحة. عند الشافعية هي آية من الفاتحة، أما الجمهور فيقولون هي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل أرجو من الله ثم منكم المساعدة، هل فيها إشكال؟ لا، ما فيها إشكال، إذا جاء بثم لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التمائم التي تربط على السيارات أو تعلق على الأشخاص أو الأطفال، هل تصل إلى حد الشرك الأكبر؟ وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة للشرك الأكبر، والوسائل لها حكم الغايات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول دخلنا المسجد بعد فراغهم من الصلاة فأقمنا جماعة أخرى. دخلنا المسجد بعد فراغهم من الصلاة فأقمنا جماعة أخرى، ومع وجود الزحام الكثير لم نشعر أن هناك جماعة ثانية قد أقامت قبلنا، يقول هل نقطع الصلاة وقد أخبرنا بذلك أثناء صلاتنا أم ماذا نفعل؟ لا، أكملوها، أكملوها وأنتم معذورون في إقامة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التمساح هل يجوز أكل لحمه؟ أنتم تشتهون التمساح؟ تمساح يقولون أنه برمائي، برمائي، بعضهم يأكله لأنه يغلب جانب حكم الماء، بعضهم يحرمه لأنه يغلب جانب البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم؟ معناه واضح، معناه واضح أن هذا سبب لاختلاف القلوب، اختلاف الأبدان سبب لاختلاف القلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يعني يقول في الصلاة، اختلاف الأبدان في الصلاة يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يلزم المرأة في بيتها أن تغطي رجليها في الصلاة كاملة؟ نعم، لا يفيض منها شيء، إذا كانت بحضرة رجال لا يفيض منها شيء، وحتى لو لم تكن بحضرة رجال إنما يباح لها كشف وجهها إذا كانت بغير حضرة رجال، وأما بقية بدنها فإنها تغطي بحضرة رجال أو بغير حضرة رجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سمعت بعض الطلاب يفسر قوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول إن أكثر من اليقين هو الإيمان، يعني فاعبد ربك حتى يأتيك الإيمان، فهل هذا تفسير باطل؟ هذا تفسير باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر اليقين بالموت، حتى يأتيك اليقين يعني الموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سلمت ثوبي إلى المغسلة، مغسلة الملابس، وأخطأ العامل في الثوب فأعطاني ثوبا غير ثوبي وأعطى غيري ثوبي، سؤاله هل يجوز لي أن أخذ ذلك الثوب الذي أعطاني إياه وهو ليس لي؟ لا، يخلف الله عليك، يخلف الله عليك ثوبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل نسي أن يصلي صلاة العشاء منذ يومين، فهل له أن يقضيها اليوم الآن؟ وكيف يكفر عن فعله هذا؟
يكفر عن فعله بقضائها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت مسافرا بالسيارة ودخل وقت الصلاة، هل يشرع لي أن أؤذن أثناء قيادة السيارة؟ لا بأس بذلك، أذن أثناء قيادة السيارة، وأذن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على الرواحل، أذنوا عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي خادمة، فهل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي إذا كانت فقيرة؟ عندي خادمة، فهل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي إذا كانت فقيرة؟ أي نعم، إذا كان قصدك أنها فقيرة وليس قصدك ترغيبها في العمل عندك فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إطالة الأظافر فوق 40 يوما؟ يكره هذا، يكره، لأنه تشبه بالسباع، طول الأظافر تشبه بالسباع، فتقلم آخر حد 40 يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كسرت يقول الشغالة إناء في المنزل، فهل يجوز لي أن أخصمه من راتبها؟ إذا كان خطأ فليس عليها غرامته، إذا كان خطأ فليس عليها غرامته. نعم، لأن هذا من عملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بصفات الله عز وجل الفعلية، كأن يقول واستواء الله أو واستواء الله؟ ما ورد هذا، ما ورد هذا، ولا نقول إلا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان القرآن يتلى في الإذاعة أو في المسجل، هل يجوز الكلام أم يجب الإنصات؟ إيه نعم، إذا سمعت القرآن سواء من المسجل ولا من تالي فإنك تنصت له، بعموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تطبيق أحكام التجويد في قراءة القرآن، هل هو أمر واجب؟ وما حكم تعلم التجويد؟ تجويد النحوي بحيث لا يخفض المرفوع أو ينصب المجرور، هذا واجب، هذا هو التجويد، هذا هو التجويد الشرعي. وأما التجويد اللغوي فهذا مستحب بدون إسراف، مبالغة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من ينكر على بعض أئمة المساجد إذا قرأ في كتاب بعد الصلاة مباشرة فيقول إنه لم يرد بذلك دليل من الكتاب والسنة، فهل إنكاره صحيح؟ لا، ورد التذكير بعد الصلاة، ورد التذكير بعد الصلاة، وقراءة الكتاب تذكير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا لبست المرأة قفازين فهل يجب عليها أن تخلعها أثناء الصلاة؟ لا، إذا لبستها على طهارة فلا تخلعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
إذا صليت صلاة العشاء فإنني مباشرة أقوم وآتي بركعة.